السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 3 سنوات سجنا نافذة لنواب العمدة السابق في قضية ما يعرف ببلانات شينوا، والتزوير يجر وهبي إلى القضاء. سقطة قوية لمسؤولين كبار، حيث كشفت مصادر عن إسدال غرفة الجنايات الابتدائية بفاس المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس الستار على قضية تصاميم البناء المزورة المعروفة ببلانات شينوا التي كانت في عهد العمدة السابق لمدينة فاس حميد شباط. وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال المتهمين في قضية ما يعرف ببلانات شينوا، حيث قضت 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 50,000 درهم في حق نواب العمدة الأسبق حميد شباط. كما أدانت 10 متهمين آخرين بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية محددة في 10,000 درهم. أدانت متهمين 2 آخرين ب6 أشهر سجنا نافذة. وإلى جانب نواب العمدة الأسبق، فإن قائمة المتابعين تضم مقاولين وموظفين ومهندسين. وكانت هذه التصاميم المزورة معروفة في أوساط المنعشين العقاريين ببلانات شينوا، يتم تعديلها بحيث تكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ. والصادم أنها تحمل نفس التواريخ والبيانات التي تحملها التصاميم الأصلية، وتدر هذه العملية أموالا طائلة على المنعشين العقاريين، لأنها تمكنهم من إضافة طوابق أو شقق أو تغيير مساحات أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب إلى شقق سكنية وإحداث تغييرات في واجهة البنايات. التزوير يجر وهبي إلى القضاء. نشرت جريدة أشكين الإلكترونية أن المحكمة رفضت الطلب الذي تقدم به وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي من أجل الاستفادة من الامتياز القضائي في القضية الخلافية بينه وبين الرئيس السابق لفريق البان بمجلس نواب محمد أبو درار بعد إقالة هذا الأخير من رئاسة الفريق. وكشف محمد أبو درار أن المحكمة قررت تأخير جلسة المحاكمة إلى 21 دجنبر المقبل، حيث قال جلسة اليوم الشكاية المباشرة التزوير واستعماله، مضيفا في تدوينة له رفض طلب المدعى عليه الرامي للاستفادة من الامتياز القضائي المدعى عليه عضو بالحكومة تأخير الجلسة إلى 21 دجنبر المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد أقرت ببطلان قرار إعفاء محمد أبو درار من رئاسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وبطلان قرار تعيين رشيد العبدي رئيسا للفريق النيابي المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعي عليه الصائر. يأتي ذلك بعدما كان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المعزول محمد أبو درار قد توعد الأمين العام للحزب ذاته عبد اللطيف وهبي بوضع حد لمشواره السياسي من خلال ما وصفه بفضيحة القرن بامتياز داخل المؤسسة التشريعية بالمغرب.